طب احنا معانا كابتن حمدي على التليفون. كابتن حمدي فتحي نجم النادي الاهلي، مساء الخير واهلا بيك في السادسه. مساء النور يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ كله منور تمام؟ منور الدنيا بصوتك، ويعني كل التوفيق. انت واحد الحقيقه من اللعيبه اللي دخلت قلوب الاهلاويه بسرعه شديده جدا، ربنا يخليك. طبعا مبسوط. لا والله بجد مش مجامله ولا حاجه، ورهنا عليك في اللي جاي كبير جدا. انت ان شاء الله باذن الله تحافظ على نفسك ونفس حاله الاصرار اللي عندك، كورتك حلوه والناس بتحبك، وان شاء الله هتكون اسم من اكبر الاسماء في القلعه الحمراء ان شاء الله. طمنا عليك، انت كويس اهم حاجه دلوقتي؟ الحمد لله كله تمام. برحب بالدكتور وفائي حبيبي يعني، والدكتور عبد الرحمن، يعني اثنين حبايبي بصراحه. انا شخص انا بحبهم جدا، ومبسوط ان هم طالعين النهارده على قناه النادي الاهلي، وهم صراحه ناس الناس ما تعرفش الدور الكبير اللي بيقوموا بيها حمدي يا كابتن حمدي في مع الفريق. واعتقد انه في موسم يمكن كنت بتكلم صعب شويه، بيتهيألي انتوا اكتر ناس تكونوا حاسين بتاثير دكتور وفاي ودكتور عبد الرحمن معاك، وطبعا كلاعيبه كوره. والله بص، هم الناس مش عارفين. انا اتكلمت على الدكتور وفاء كتير، يعني انا لو اتكلمت عليه من هنا بص اللي بكره مش هديله حقه، عشان هو اكتر واحد بصراحه تعب معايا الفتره اللي فاتت، فتره الاصابه. والدكتور عبد الرحمن طبعا يعني انا ما اتكلمتش عليه، الا اتكلمت معاه اتكلمت عليه مره واحده تقريبا، بس هو بصراحه كان له دور كبير في فتره كورونا. كان كل اللعيبه بتتواصل معاه، وهو بصراحه يعني كان بيعمل لنا برامج على طول، ويبعت لنا كمان على الواتساب. فالاثنين بصراحه يعني دورهم مهم ودورهم كبير قوي في النادي الاهلي، كله عارف يعني في النادي الاهلي جوه كله عارف يعني دورهم مهم يعني. كلمني الاول عن استعداداتك لافريقيا، وازاي طمن جمهور النادي الاهلي كده على ماتش الوداد والفريق. انت وزمايلك كلكم بتبصوا ازاي لمواجهه الوداد اللي بتقرب يوم بعد يوم يا كابتن حمدي؟ والله اكيد احنا مركزين، يعني بصراحه حلم ليا وحلم لكل اللعيبه وحلم الجمهور، وهي غايبه بقالها كتير علينا. بس احنا بصراحه مركزين جدا ان احنا السنه دي تكون من صالحنا يعني، وان شاء الله هنموت نفسنا يعني زي ما بيقولوا في الملعب، عشان البطوله دي تكون من نصيبنا السنه دي يعني. الكلام على الجهاز، وفايلر مكمل، فايلر ماشي، في جهاز جديد، في مفاوضات، لا ده محلي لا ده اجنبي، مأثر على الفرقه؟ والله بص احنا ما بنركزش كده في يعني في الكلام قوي، ان احنا مركزين السنه دي بصراحه ان احنا ايا كان ان احنا لا لازم تكون بطوله افريقيا السنه دي تكون ناخدها السنه دي يعني ان شاء الله، يعني عشان هي بقالها كتير في غايبه عن النادي الاهلي يعني. واحنا مش عايزين منكم اكتر من كده. لا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حمدي فتحي، بشكرك على وجودك معانا في السادسه.